طيب نخش على الأحداث اللي بتحصل في الأسبوع الثالث في الإمبريو. طيب دحين نعمل مراجعات بس سريعة. لو عندي الداير بتاع الإمبريو وجيت من خارج إلى داخل، أول شيء شاشوف السنسيتيوتروفوبلاست الذي هي الخارجية، بعدين اللون الأخضر السيتوتروفوبلاست، بعدين شاشوف الإكسترا إمبريونيك ميزوديرم. طيب الاكسترا امبريونيك ميزوديرم هذا الذي هو قريب للسيتوتروفوبلاست الذي هو قريب للون الاخضر، كتسمي كلنا سوماتيك سنسيتيوتروفوبلاست سوماتيك اكسترا امبريونيك ميزوديرم. اللون الابيض اسمه سيلوميك كافيتي، يعني فراغ دخل ما بين الخلايا. اللون الاصفر دخل ما بينهن في قسمهن الى جزء خارجي وجزء داخلي. الداخل الذي قريب من الخلايا الذي هو هانا، الداخلي هذا ايش سميناه؟ الجزء الذي قريب لليوكساك سميناه سبلانكنيك ميزوديرم. الجزء الذي قريب للأمنيوتيك فلويد سميناه زي ما الجزء هذا الذي هو سوماتيك اكسترا امبريونيك ميزوديرم. طيب الخلايا الذي فوق هذا فوق الامنيون ايش سميناه؟ هذا سميناه امنيو بلاست. والماء الازرق هذا ايش سميناه؟ امنيون. والخلايا الذي تحته ايش سميناهن؟ ايبيبلاست. والخلايا التي تحت الايبيبلاست ايش سميناهن؟ هايبوبلاست. طيب والماء الذي تحت ايش سميناه؟ يوكساك. والخلايا الذي حوط الذي من الايبيبلاست حوطين اليوكساك الذي كان اسمه بلاستوسيل سميناهن ايش؟ هازارس ممبرين. طيب خلاص دحين انا لو القطع هذا كيف حصل عند الدائرة هذا؟ حصل اني قطعت الكرة هذه النصين، لما قطعتها نصين تكون عندي النص هذا والنص هذا. لو بعدنا النص هذا وركزنا على النص هذا هنلاقي الرسمة هكذا. طيب أنا شاجي أشوفها من قدام مش هحصل هذا المنظر. طيب لو جينا من خارج الكرة هنلاقي اللون أول شيء السنسيتيو تروفو بلاست، بعدين السيتو تروفو بلاست، كأني بين قرشها زي جوافة أو أي فاكهة بين قرشها من خارج إلى داخل. هي دائرة قرشت القرش الخارجي، أول قرش السنسيتي تروفو بلاست، القرش اللي بعدها سايتو تروفو بلاست، بعدين الإكسترا إمبريونيك ميزوديرم، بعدين الأسيلوم الكافيتي، دخلت لقيت ما وخرت الماء شلت قرشته، لقيت الإكسترا إمبريونيك ميزوديرم مرة ثانية، بعدين شلت الإكسترا إمبريونيك ميزوديرم، حصلت الأمنيو بلاست والهايبو بلاست والهازرس ممبرين، بعدين قشر أكثر شا أدخل إلى الماء. بس هذا كمراجعة. طيب دحين نخش على الموضوع اللي الحالة اللي بتحصل في الأسبوع الثالث. إيش بيحصل في الأسبوع الثالث؟ بيحصل حاجتين. أول حاجة حاجة اسمها الكوريون بي ديفلوبمنت، يعني تطور الكوريون. ما الكوريون قلنا؟ هو الول حق الكوريونيك فيزيكل. من الكوريونيك فيزيكل هي نفسها البلاستوسيست، بس بعد ما تغيرت الدنيا وعملنا اكسترا امبريونيك ميزوديرم اتغيرت إلى إيش؟ كوريون، كوريونيك فيزيكل. طيب هذا الكوريون ما هو الكوريون قلنا مكون من ايش؟ لو عندي هذا السنسيتيوتروفوبلاست تحتها السيتوتروفوبلاست تحتها الاكسترا امبريونيك ميزودير الديوسوماتيك ميزودير، بعدين الماء الذي قلنا باللون الابيض، بعدين مرة ثانية السوماتيك اكسترا امبريونيك ميزودير، ورجع من تحت من هنا قد سميث بلانكنيك ميزودير، بعدين عندي الخلايا الذي حوالين الأمنيون والخلايا الذي حوالين الايش؟ اليوكساك. طيب الول الكوريون الذي هو الجدار مكون من 3 طبقات. اول طبقه السنسيتيو تروفو بلاست، ثاني طبقه السيتو تروفو بلاست، ثالث طبقه السوماتيك اكسترا امبريونيك ميزودير. يعني هذه 3 طبقات الذي انا حوالينهن وردي. طيب هذا الـ3 طبقات ايش فائدة تنقلنا هنا الذي يبلغ لنا الكربس ليوتيم ويقول لنا له في جني؟ طيب ايش هيحصل فيهن ذا حينه؟ طبعا احنا قلنا انه هيحصل عندي في السبيس نشتي ذا حين انا شمسح كل شيء واركز بس على هذا 3 طبقات ذا حين، شاكبر بس على 3 طبقات وكل هذا شمسحه. طيب هذا السنسيتيو تروفو بلاست نكبر بس شوية، وهذا السيتو تروفو بلاست، وهذا السوماتيك اكسترا امبريونيك ميزودير، الباقي انا ما شرسمش.
تمام. طيب ايش هيحصل؟ السنسيتي تروفو بلس قلنا بدأ يظهر داخل اللاكوني، وهذا اللاكوني هيمتلي بايش؟ بماترنال بلد، يعني بدم من الام. هيمتلي بدم من اين؟ من الام. معلش هذا غلط. المهم هيمتلي بدم من الام مثلا، اها نرسمها كذا. طيب خلص امتلأ بدم من الأم، أي شيء يحصل؟ تغيرات الكوريون هذا، دحين احنا في الكوريون في الجدر بس ما علينا بالحالة الثانية، هيبدأ يظهر لي في السيتوتروفو بلاست الخلايا الذي هن باللون الأخضر، هيظهر فين ايش؟ هيبدأن يطلعين فيلاي، يعني ايش؟ يبدأن يدهفين كل مكان، هيبدأ يدهف يطلع بالله، يعني كأنه يطلع بروجكشن أصابع هكذا، كأنه بيطلع أصابع إلى المكان الذي هو حوالينا. طيب هذا الأصابع هتبدأ تطلع، نسميها برايمري فيلاي. يعني إيش برايمري فيلاي؟ يعني الفيلاي البدائية أول ما بدأنا اسمها برايمري فيلاي. طيب إيش هيحصل بعد شوية؟ هيحصل إنه اللون الأصفر الذي الخلايا الذي كان اسمه سوماتيك اكسترا امبريونيك ميزوديرم، هذا الدائرة الصفراء، هتبدأ برضو هي تطلع لون أصفر داخل الأيش؟ الأخضر، يعني الفيلاي قد داخلها لونين أصفر وأخضر، فسميناها سكندري أيش؟ سكندري فيلاي. سكندري فيلاي ليش؟ لأنه خلاص دخل داخل السيتوتروفو بلاست قد في سوماتيك اكسترا امبريونيك ميزوديرم. طيب البيبي هو داخل ويطلع فيزل وسط هذا الفيلا، يعني يطلع شعيرات دموية داخل أو كابل، يعني كابلاريز، أي يطلعها ويدخلها وسط هذا الإكسترا إمبريونيك ميزوديرم. لما يتكون عندي هذا الثلاثة، بلاد فيزل زائد سوماتيك إكسترا إمبريونيك ميزوديرم زائد سيتوتروفو بلاس، سيتوتروفو بلاس، الثلاثة البروجكشن هذا اللي يعمل لي ايش؟ حاجة اسمها ترشيري فيلاي. طيب هذا الترشيري بلاي موجود وينه؟ بين اللاكوني. ما هي اللاكوني؟ البحيرات البيضاء اللي داخلها الدم من الأم، فيحصل التبادل في هذا الناحية، أي تبادل الدم من الأم للخلايا حق الابن، بس ما بيتلامسنش مباشرة، هو بس ايش؟ بالديفيوجن، يعني بالانتشار الغشائي والكلام هذا اللي كنا نقول عنه في الثانوي. بس هل في تلامس؟ لا، بيحصل بس تبادل ما بين الفيزل هذا وما بين لازم، يعني ما هو الجدار الذي بيمنعني؟ عبارة مكون عن أول حاجة من السيتوتروفو بلاست، بعدين الإكسترا إمبريونيك ميزودر، هذه كلها الحواجز الذي ما بين دم الأم ودم الابن. طيب دحين نخش على حاجة ثانية، هذا اللون الأخضر الذي هو الذي هو السيتوتروفو بلاست، هيعمل بروفريشن البروجكشن هتطلع اكثر واكثر اكثر واكثر اكثر واكثر لما تخرم السنسيتي تروفو بلاست، يعني هذا البروجكشن اطلع اكثر اكثر تخرم، ومن هنا تطلع تطلع وتخرم، ومن هنا تطلع اكثر واكثر وتخرم، يعني البروجكشن اتطول اتطول اطول وتخرم السنسيتي تروفو بلاست. طيب كل ما ادخرم أتتحد مع بعض من برا، يعني السيتوتروفو بلاست قد هي خارج السنسيتيو تروفو بلاست، يعني قد عندي ذا حينة لو نجي نشوف الجنين كيف قد شكل ذا حينة، قد آخر طبقه من خارج اسمها سيتوتروفو بلاست، اعتكست الآية. بعدين ما بعد السيتوتروفو بلاست؟ اللون البنفسجي الذي هو سنسيتيو تروفو بلاست الذي هو جالس تحت هذا الأماكن سنسيتيو تروفو بلاس. طيب بعد السنسيتيو تروفو بلاس ايش في عندي؟ ش هحصل؟ خلاص قدو اللاكوني والفيلاي على النواحي، الفيلاي هذا الذاحينة قد اسمها ترشيري فيلاي، ليش ترشيري؟ لانه قد دخل فيها الفيزل، فهو هذا التغيرات الذي بتحصل في الكوريون الذي هو الجدار حق الكوريونيك فيزيكل الذي انا ما قد رسمته، الامبريو عادو داخل مالش علاقة، يعني عادوا ها احنا دحين بنتحاكى بس كيف نوصل الغذاء للجنين، يعني هذا كله عشان ندرى كيف نوصل الغذاء للجنين. هذا التغيرات تحصل في الاسبوع على ايش؟ الثالث. طيب
خلاص البداية أي حين بيبدأ الكوريونيك باللايت تبدأ تظهر، بتبدأ في الأسبوع الثاني وتخلص وتكمل في الأسبوع الثالث. بس نخش على الصفحة اللي بعدها، قال لك إيش الأنواع حق البلاي. أول شيء معك نوع اسمه برايمري بلاي، الذي هو عبارة عن إيش، السيتوتروفو بلاست بيطلع بروجكشن، وعد قدامه السنسيتيوتروفو بلاست. بعدين السكندري فيلاي، ايش بيحصل في السكندري فيلاي؟ الخلايا الاكسترا امبريونيك ميزوديرم بدل ما كان هكذا يعني خط ثاني رجع، لا يدخل هو الثاني برضو ويخرج. طيب اي حين يتحول اسمين الى تيرشري فيلاي؟ التيرشري فيلاي يبدأ لما الفيزل يدخل وسط الاكسترا امبريونيك ميزوديرم الذي هو السوماتيك. طيب اي شيء يحصل للون الاخضر؟ الفلاية تكبر اكثر واكثر، هذا الفلاية تكبر اكثر واكثر اكثر واكثر تكبر، بعدين خلاص تخرم السنسيتيتروفوبلاست وتحوضه، يعني خلاص خرجت الى اخر خارج السنسيتيتروفوبلاست، واللكني حق الام وين هي الذي كانت في هذا الناحية وداخلها الماترنال بلد. فيحصل ديفيوجن، ايش الديفيوجن دحين؟ الديفيوجن هيحصل كيف؟ معلش الديفيوجن هيحصل ما هو الذي بيفصل ما بين دم الام والابن؟ اول شيء اللون الاخضر الذي هو سيتوتروفو بلاست، ثانيا اللون البني الذي هو اسمه ايش، سوماتيك اكسترا امبريونيك ميزوديرم، هذا اللون البني، هذا الشيء الذي بيفصل ما بين دم الام والابن. طيب ايش طبعا الفيلاي برضو الاخضر ما يكبر بس لا فوق، يكبر برضو للجناب للناحية اليمين والناحية الشمال، عشان كل هذا بيزود السيرفس ايري عشان يمتص اكثر دم. فلما يكبر من الجناب الذي هو الناحية الذي كبرت لا فوق بس اسمها الستيم او الانكورشينج فيلس، يعني ايش؟ يعني الفيلس الذي هو الاساسي زي ما احنا ابني عمود، هذا البلس الأساسي. طيب الذين على الطوارف أيش اسمهن هذا؟ لا اسمهن فري أو فلوت، فلات فلوتينج أو أبزوربينج. يعني أيش فلوتينج؟ يعني عائم، يعني مثلا دحين سفينة عائمة في الماء، وهذا نفس الشيء هن عائمات على الجناب لكن مش ستم أساسيات. وليش سمونا الاسم الثاني أبزوربينج؟ لأنهن بيمتصين بيساعدن على الامتصاص دم الام، بيزودين السيرفس اريا. طيب احنا ذا الحين من اول ما نتحاكى لو نرجع بس شوي للوراء، لو هذا اليوترس والامبلانتيشن حصل هنا، قلنا الدرس الديسيدوا الذي قلنا بدايته هو تبع الام مش تبع الاب، هذا الديسيدوا هو نفس الاندوميتريوم هذا بس بعد ما حصل امبلانتيشن، يعني ذا احنا ذا اسمه ديسيدوا. الديسيدوا قلنا مكون من 3 حالات، اول حاله الديسيدوا بزالس هو الجزء الذي اي قابل الام، هذا المكان اسمه الديسيدوا بزالس، وجزء اي يكون يحوط بالجنين اسمه الديسيدوا كابسولاريس، وجزء الباقي من الباقي من الاندوميتريوم الذي هو اسمه ديسيدوا بارايتالس. طيب الديسيدوا بزالس هذا اللون الذي هو مثلا شرسم الذحم بالاسود، هذا هو الجزء الذي هو يكون المشيمة، جزء المشيم من الأم. طيب من الذي يكون جزء المشيم من الجنين؟ هو عبارة عن الكوريون هذا كامل، هذا كله هو الناحية الثانية، يعني لو رسمنا الأخضر هذا آخرة ويني هي هذا الأخضر هنا مقابل للناحية حق الأم، وتحت الأخضر هذا إيش اللون البنفسجي الذي هو سنسيتيوتروفو بلاس، وتحت السنسيتيوتروفو بلاس اللاكيني وهكذا. فالذي اشتي أقوله إنه هذا الستم الذي هو الترشري باللاي من بتقابل قدامها؟ بتقابل قدامها الديسيدوا ايش؟ بزالس. طيب اوكي خلصنا الاجزاء حق البلس. طيب الكوريونيك، الكوريون هذا الذي هو الكوريون الذي هو الجدار حق الكوريونيك ايش؟ فيزيكل. هذا ايش قلنا؟ لو هذا اليوترس
وهذا الديسيدوا او الاندوميتريوم بس تغير اسمها. احنا قلنا انه الفيلاي بتنمو من كل النواحي، يعني بمن هنا بينمو، بمن هنا بينمو، بمن هنا بينمو، ومن هنا بينمو من كل النواحي. طيب اين هي الناحية التي مهمة لنا؟ هي الناحية التي تقابل الجزء حق البلاسنتا او المشيمة حق الام الذي هو هنا. اما الجزء الذي في الوراء، الفيلاي الذي في الوراء في الناحية هذا، ما بش اي فائدة الذي في الناحية هذا الناحية ما بش اي فائدة من هذا الفيلاي، يعني مش اي ما بش اي فائدة، ما بلا مش احسن من الذي قدام. فالذي وراء هذا مع الايام اختفين، فادلاقي اللون الاخضر الذي هو الفيلاي الذي مهمات اي جلسين قدام، ادلاقي هذا الكبار بس الذي تحت صغار، يعني ما خلاص بدين اختفين. فالكوريون اذا يتقسم الى قسمين، قسم المهم الذي يساعد على التبادل في البلاسنتا اسمه كوريونيك فروندوزم او كوريون فروندوزم، يعني الجزء الذي مقابل للبلاسنتا حق الام هذا الناحيه، هذا اسمه كورونيك فروندوزم. طيب اما الناحيه الثانيه الذي هي من وراء هذا، ايش نسميها الذي هذا؟ نسميها كوريونيك ليفي. ليش ليفي؟ لان ليف يعني يغادر، وليفي يعني باللاتيني الى حد ما يغادر معناه، فهذا لا يغادر يعني خلاص اخره الجنين يرجع يقع معه، بس كوريون من الفيلاي من الناحيه الثانيه. فايكون عندي الكوريونيك فروندوزم ايش فائدته؟ هي الذي يتكون بلاسنتا من ناحيه الابن. وايش فائده الكوريونيك ليفي؟ ما تعملش حاجه، اجلس شوي في الفيلاي بعدين يبتعد. طيب نشوف الرسم حق الكتاب. طبعا هانها شوف البريمري فيلاي، هانها هتلاقي بس اللون الاخضر، بعدين هنا اخضر وبدا يدخل داخله لون اصفر، لو تركزوا في الكتاب اخضر الفيلاي بدا يدخل داخله لون اصفر، هنا بدا اللون اخضر وتحت اصفر، وتحت الاصفر ايش؟ الفيزلز بدات خلاص تنمو. طيب طبعا هذا اسمه هذا الناحية الذي حوالينا دائرة اسمه الكونكتينج ستوك الذي تحكينا عليه زمن، هذا الذي ايش بيحصل في هذا الخط صغير ما بين الام والابن، هذا الخط هو الذي بيساعد ان هو الذي اخرتها يرجع يتحول الى الحبل السري قلنا. فالحبل السري بيخرج منه الفيزل، لو تشوف الفيزل هذا بتخرج من الحبل السري وتصير تدخل في كل فيلس، فهنا الذي يساهم في التبادل ما بين الأم والأب. طيب هذا الرسمة إيش بيوضح لك فيها؟ بيوضح لك شوف هذا السيتوتروفوبلاست اللون الذي قريب للفيزل، أول شيء الفيزل، بعدين الفيزل هذا جنبه السيتوتروفوبلاست، بعدين السنسيتيوتروفوبلاست، بعدين اللاكوني قد داخلها دم، هذا اللاكوني قد داخلها دم. طيب هذا إيش يوريك؟ شوف حصل السيتوتروفوبلاست طلعين 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 وخارجين مخرج، فالسيتوتروفوبلاست قدين خارج السنسيتيوتروفوبلاست، والباقي يعني شوفوا من نفسكم إذا في أي حاجة. طيب خلصنا إيش الحدث الأول، أي شيء يحصل بعدين آخر شيء، هذا بيوريك الفيت أو المصير حق هذا الديسيدوا. الديسيدوا الذي قريب من الأم قلنا يحصل عنده أي شيء يكون اسمه ديسيدوا بزالس، الذي يكون الذي اسمه كوريونيك فروندوزم. فروندوزم يعني مقابل لإيش؟ للديسيدوا بزالس. الديسيدوا بزالس هذا تبع الأم حد يربش. أما الكوريونيك فروندوزم هذا جزء من الفيلاي الذي هو إحنا مهتمين به وبسركة هنا كبار، لكن الجزء الذي هو تحت هذا اسمه كوريونيك ليفي. ليفي ليش؟ بسر الكوريون، بسر الفيلا الصعمنهن راح صغار يعني مش كبار. وايش حوالينهن؟ ديسيدوا كابسولاريس، يعني ما بش حوالينهن الدم الكثير واليوترس، يعني اليوترس هنا نشوفها هكذا، لو نشين نعرف اليوترس دحين كيفه، اليوترس جالس شكله هكذا، وهنا الكافيتي الامبلانتيشن حصل هنا، يعني الامبلانتيشن في هذا الناحية. فهذا الكابسولاريس اي ينزل اكثر واكثر كابسولاريس، وهذا الناحيه اسمها بريتاليس اي اتحد قلنا وما لهش فائده، وبرضه نفس الشيء الكوريونيك ليفي اي يكون ما لهش فائده الى حد ما، لكن الذي بنهتم به هو الفروندوزم، الكوريونيك فروندوزم الذي اي قابل الديسيدوا بزالس الذي هو علشان يتبادل الجنين مع الام.
هذا ما يخص التغير الأول الذي بيحصل في أول شهر.